بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سؤال جميل قوي عجبني من أحد الخدام بعتهولي، بيقول لي كتير قوي بنتكلم على إيه دور الخادم واجبه نحو المخدومين، ليه ما بتتكلمش على إيه دور الخادم ناحية نفسه؟ يعني الخادم مسؤول يعمل إيه لنفسه؟ عجبني قوي السؤال دوت، وفعلا اكتشفت ان احنا كخدام احيانا كتير قوي نهتم بان احنا ندرس ايه مسؤوليتنا نحو المخدومين ونعمل ايه لاولادنا في الخدمه وبتاع، لكن ما نفكرش احنا نعمل ايه لنفسينا. عشان كده احب ان انا يعني اذكر شويه نقط، تذكرت شويه نقط جميله في سد هذا الاحتياج. اولا الخادم مهم جدا ان يبقى فيه روح التلمذه. شوفوا ازاي، مهما كان الخادم ده كبير أو قديم أو معروف أو إلى آخره، لابد أن يحتفظ الخادم طول عمره، طول مدة خدمته، طول حياته بعقل وقلب تلميذ، إنه عايز يتعلم، عايز يسمع، عايز يعرف، حتى من أصغر الناس عايز يتعلم في روح التلمذة. قيمة الحكاية دي إنها بتخلي الخادم يعني زي شجرة مغروسة على مجاري المياه، دايما معلوماته غزيرة، معلوماته وفيرة، بيسمع من الكل، سميع، يعني يقعد يدي ودانه لكل الناس، يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده ويسمع ده ويسمع ده، يحب يلم بالأمور ويتعلم من كل ما يدور من حوله. وأتذكر هنا قول للقديس إيريناوس أبو التقليد الكنسي، يقول كلمة جميلة قوي، يتكلم عن الأسقف، يعني يقول إن الأسقف هو تائب يقود تائبين. يعني أبونا الأسقف الكبير ده، هو كبير بس هو تائب، إنسان بيعيش في التوبة، بيجدد حياته كل يوم في التوبة عشان يقدم توبة عن نفسه وعن شعبه وعن كنيسته وعن كل أولاده. تاني نقطة هي المراجعة. يعني دايما الخادم محتاج يعني من فترة والتانية ان هو يقف يراجع نفسه، خاصة لو هيعترف، لازم يعترف الخادم نموذج حلو لطاعة الكنيسة وتعليم الكنيسة. الكنيسة عاملة لنا سر الاعتراف، فلازم هو اول واحد يمارس هذا السر عشان لما يعلم الناس الشباب والاولاد يتعلموا منه، يبقى هو بيعلم مش من فراغ ولكن من حب وممارسة واستفادة من سر الاعتراف، فيراجع نفسه ويقدم توبة. ثالث حاجة المخدع، الصلاة. لازم الخادم يكون له أوقات يصلي فيها، يصلي، يعني محب للصلاة، محب للقداسات. لعلمكم الخادم ما هواش مدرس، ولا هو أستاذ في الجامعة، ولا هو معاه دكتوراه بيجي يعني يعطف علينا بالدروس اللي بيقدمها، لا، الخادم هو مصلي. تأكد إن أولادك في الخدمة يتعلموا ويتعزوا لما يشوفوك واقف بتصلي شماس في الكنيسة أكتر من ما تديهم مئات الدروس. وقفتك في القداس أو في التسبيحة أو حبك للصلاة واجتماعات الصلاة تفوق بكثير جدا اهتماماتك بتقديم الخدمات ليهم. طبعا أكلمك على القدوة، إزاي الخادم محتاج إن هو باستمرار يقدم نفسه قدوة. أكلمك عن احتياجنا لكلمة ربنا. مش كفاية أنك أنت تحضر الدرس، لا، كمان لازم كل يوم يبقى لك قراءة منظمة تشبع من كلمة ربنا، الصبح والظهر وفي كل وقت تقرأ كلمة ربنا وتشبع بيها. أكلمك عن إحساسك ناحية أولادك، شعورك باحتياجاتهم، أنك تقدم لهم دروس حية جذابة قوية تشبههم وتغريهم. بكده تبقى خدمتك جديدة وحية وقوية باستمرار، وربنا معاك، وشكرا جزيلا.